ارحب بحضراتكم مره اخرى. معايا الحاج ربيع من محافظه اسوان. اتفضل الحاج الو. ربيع. اتفضل يا حاج ربيع. السلام عليكم، ازيك يا استاذ سامح؟ السلام ورحمه الله وبركاته، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا حاج ربيع. فكرت انا كلمتك من 6 شهور، حوالي 6 شهور يا استاذ سامح، من السعوديه. بخصوص ايه؟ انت دلوقتي فين بقى؟ ها؟ انت في السعوديه ولا في مصر دلوقتي؟ أنا بكلمك من السعودية، نزلت في رمضان وكانت عندي مشكلة عرضت عليك من حوالي 6 شهور. قولها لي طيب. اللي تحت الصرف المغطي، عندي أرض باقي في القصب كانت بتجيب 50 طن و60 طن. أه. وانتهت خالص وتركتها من القصب، ولا نافعة في الدورة ولا نافعة. هي فين في أسوان بالظبط؟ مركز كوبومبو تبع ري كوبومبو وتبع جمعية الإصلاح الزراعي تبع العقول المسجد. إصلاح زراعي؟ تابع لجمعية الإصلاح الزراعي العقمور المستجد. المستجد. رحت فين؟ نزلت أجازة قصيرة في رمضان ورحنا وقالوا لك المعدات عطلانة ومدفوح والأرض ملحت وباظت وكل الجلاس عندي يعني، وأنت عارف، واتصلت عليك وراحوا، وبعد ما اتصلت عليك يتواصلوا مع رقم والد اللي أنا اديتهولك من حوالي 6 شهور. وراحوا قال المعدات عطلانه ورجعوا ثاني، ومن ساعتها ولد ابني راح حوالي 4 مرات 5 مرات يروح لهم وما حدش يسال. لا انا ان شاء الله دلوقتي، ان شاء الله الاعداد هيكلم الاصلاح الزراعي، وبعدين بقى لنا 6 شهور بنقول المعدات عطلانه، انتوا ما تحركوش ليه؟ ما فيش صيانه ليه؟ ما عملوش مناقصه او عملوا ليه اعلان واجروا معدات واشتغلوا؟ هو مش بيحصلوا منكم رسوم؟ يعني انا عايز اعرف، لما واحد مسؤول عن ارض زراعيه ويفضل قاعد يتفرج عليها المده الطويله دي وهي فيها مشكله وبتفقد خصوبتها يوم بعد يوم، واقعد اتفرج عليها، يبقى انت فايدتك ايه؟ انتهت الارض. انت بتعمل ايه من خلال موقعك ده؟ انت المفروض النهارده ان انت مسؤول مسؤوليه كامله عن مصلحه المواطنين، مسؤول مسؤوليه كامله عن الارض الزراعيه اللي هي ثروه مصر. بشكرك يا حاج. حاضر، بشكر حضرتك.